دول بيعملوا ايه؟ اللي ورا ده معانا احنا كده شباب خلصنا حته رويت ايه؟ ديزل انجن ده جازرين انجن او اللي هو يعني المحرك الحقيقي من الاوتوسايكل ده اللي كان بره كده المحرك الحقيقي من ايه؟ من ديزل سايكل فاهم كده؟ عايزين برضه نسأل ايه؟ الكفاءه كانت بكام؟ فاحنا عايزين نشوف باور انبوت ها؟ وباور اوت بنفس طريقه بالظبط الباور انبوت اللي كانت بره هي اللي كانت هنا هاجي من ورا هتلاقي من ورا كده هنا في سكيل ايه؟ للفلور بتاعنا ركزوا معايا بنفس طريقه ام دوت فلور اللي كانت بره هجيب بقى ام دوت فلور اللي كانت هنا ام دوت فلور كانت بره كنت بفضي فوليوم قد ايه؟ 10 ملي لتر تاني بره كان بكام؟ هنا في التجربه عندنا هنا 72 سنتيمتر مكعب في الكبسوله اللي عندنا هنا زي ما تشوفوا ورا 72 سنتيمتر مكعب فانا هشوف زمن الايه؟ ال 72 سنتيمتر مكعب دول الكالوري فاليو هتلاقيه تقريبا 42 او 40 مش فاكر بس هو عندك في الفورمولا شيت والتايم هنقسم مع بعض واحنا شغالين ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمين؟ الفوليوم كام هنا؟ 72 خلاص كده يا شباب ده بالنسبه لمين؟ لباور انبوت اللي هو ايه دول فيول في الكالوري فاليو طب بالنسبه لباور اوت احنا قسنا باور اوت بره ازاي؟ جنريتور كلومت صح؟ الطريقه الثانيه ان انا اقيس الباور اوت ده عن طريق تورك اوف اوميجا صح ولا غلط؟ تمام عندنا الجهاز اللي بيقيس التورك حاجه اسمها هيدروليك داينامومتر هو ده كان الانجن نفسه ده كان الانجن بقى صح ده كان الانجن عربيه شهيد خلاص كده واخدين العمود بتاعه والشفت سياوة موصله على ايه؟ على الجهاز ده اللي هو اسمه هيدروليك داينامومتر الهيدروليك داينامومتر ده بيطلع لك قرايه الريدنج بتاعته بتعوض في معادله فانكشن في الار بي ام يطلع لك على طول اللي جوه اللي خارج بالكيلو وات يبقى تاني هاخد الريدنج اللي هنا واقعد في معادله واقف في الفورمولا شيت يعني اضربها في الار بي ام واضربها في 0.746 وقسمها على 300 جبنا مين؟ الباور اللي خارجه بايه؟ بالكيلو وات طبعا كل كوست بتدل لي معنى كنت بشرح لكم بعد المعنى ليه بضرب 4.746 عشان احول من نص باور لكيلو وات ليه بسمع وهكذا كل واحد بيدل لي معنى تمام فانا هقرا الريدنج من هنا لما اشغل انجن هقرا الريدنج من هنا واضربه في الار بي ام اللي هقيسها معاكم هتلاقي هنا ايه؟ كمان بيقيس لنا ايه؟ الريدنج بكام ار بي ام بالتكويتر اللي معاك والورق في نفس اللحظه هنجيب مين؟ التايم بتاع الفلو بتاعنا كنت معاك فيها كل حاجه معانا الريدنج عوضنا في المعادله جبنا فيها باور او بالكيلو وات ومعانا ورا هنا التايم جبنا ام دوت فيول فضربه في الكالوري فاليو جبنا مين؟ الكيو ان قسمنا الاثنين على بعض جبنا مين؟ الكفاءه خلاص كده؟ ماشي نبدا نشغل عندنا هتصور ازاي؟ بس كده زي ما انا بس احنا كده بنطلع ال ار بي ام وبنطلع التايم بس ايه بنطلع ال ار بي ام والتايم بس والريدنج وريدنج وبعد كده التايم لما نوصل هنا هو يعني هدام شويه